طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم 31 مايو 2018، الموافق 15 رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام للناس الصائمين، وربنا يديكم الصحة والعافية للجميع. مواصلة السلسلة الجديدة بتاعت الشفاف بشفافية، حملة الأمل، الحاصل شنو؟ أنور دفع الله رئيس للسودان 2020، وكل الموضوع ده بيدور حول نيتي الأكيدة والصادقة في أنه أترشح لرئاسة جمهورية السودان في حال وجود الانتخابات قائمة بإذن الله في 2020. المخطط أنه الزول يشتغل بجدية، يشتغل من بدري، يشتغل بيتعاون مع الناس كلها على اساس انه يطلع حاجه كويسه تفيد الناس. في واحده من الشابات اقترحت لي امبارح انه ما قادر يتواصل معي عبر البروفايل بتاعي في الفيسبوك، الصفحه بتاعتي، فاقترحت علي انه نعمل جروب. ودي صراحه يعني رغم انها حاجه انا عملتها مئات المرات في الفيسبوك، الا انه الاقتراح ده كان اقتراح رائع رائع رائع. انا حياه من هنا البيت البورسودانيه الجميله. الفكره بتاعت الجروب بتاعت جروب انه والله الناس يتناقش فيه، والناس دار تدعم المشي بتاعي، المسير بتاعي في اتجاه انه انا ابقى مرشح لرئاسه جمهوريه السودان. الموضوع ده اخواننا حار، الموضوع ده صعب، ما سهل. الموضوع ده انا ما عندي فيه خبره، ما عندي فيه خبره. زي ما قلت انه اخواننا انا عندي موارد محدوده. انور فتح الرحمن ده الشخص عنده موارد محدوده، لكن عنده حب غير محدود للسودان وللسودانيين، ومستعد انه يخدم بالغالي والنفيس. الكلام ده انا ما بقول انه حكرا علي، انا الوحيد اللي بحب السودان وانه انا الوحيد الداير اخدم. انا عارف انه كل الناس تخدم، كل واحد فينا بيعبر عن حبه لبلدنا بطريقه مختلفه، ودي حاجه ممتازه جدا جدا. هو لولا التنوع بتاعنا، التنوع اللي احنا فاقدينه وعاوزين يعني نحتفي به وندير التنوع عشان يكون في صالحنا، مش يكون التنوع بتاعنا ضدنا وخصما علينا وهو عباره عن حروب في بلدنا. منذ استقلال السودان لحد الليلة ما توقفت، لدرجة أنه أضيفت لغة جديدة من لغات السودان اسمها اللغة بتاعت السلاح، الكلاشينكوف والدوشكا والآر بي جي وإلى آخره، فيما بين التواصل فيما بين السودانيين فيما بينهم. أنا شخص عندي مؤهلات أكاديمية وبحثية في اتجاه محدد، لذلك ما بقول أنه عندي خبرات سابقة في العمل السياسي، ما عندي. لكن السؤال، هل الواحد محتاج لأنه يكون عنده خبرة في أي حاجة بيعملها؟ الكلام ده ما صحيح. الصحيح إنك أنت يكون عندك الرغبة في إنك تتعاون مع ناس تانين، وإنك تعمل الرايت ديليجيشن، إنك تدي الشخص الصلاحيات، الشخص المناسب الصلاحيات، بحيث إنه يعمل الحاجة دي من غير ما تتدخل في شغله، البروفيشنالز. وأنا بتكلم الآن في المجموعة بتاعتنا، أنا شخص من الخبرة بتاعتي البحثية والأكاديمية، أول ما ألقى لي مشكلة بحاول أفهم مكانه وين، مكانه وين دي حتة مهمة جدا تفهمها. فمبارح أنا طرحت على الناس اللي دخلوا الصفحة، والصفحة أنا خطيت العنوان بتاعها حاليا في الشرح. أخوان الفيديو ده الليلة بيخص البرنامج الانتخابي. في ناس كتير جدا بيسألوا البرنامج الانتخابي بتاعك شنو؟ وبيحاولوا يحملوك مسؤولية بتاعت انه تحل له مشكلته هو اللي انت ما عارفها، اللي ممكن تكون مشكلتك انت اللي هو ما عارفها. فالناس عندها مشاكل مشتركة، لو ما في حوار ما بين الناس ما حنعرف مشاكلنا شنو، لو ما في حوار فيما بيننا ما حنقدر نحل المشاكل بتاعتنا دي. انا شخصيا حسمت الامر بتاعي، انا جادي ومؤهل لانه اترشح رئاسة السودان وعاوز اترشح. الزول اللي ما حسم امره يحسم امره، لانه اخواننا كل دقيقه وكل ثانيه يعني احنا بتمشي خصما علينا. الليله لو في زول ورى قال يا اخي انا والله دار اترشح ودار ابقى رئيس للسودان، وانور قال دار يترشح رئيس للسودان، الناس زي في امكانيه بتاع التعاون فيما بينهم. المفروض انه الناس تبدا تخطط وتسوي الامور دي من اساس. ارجع للموضوع بتاع المجموعه، الناس كلها يا اخواننا مستعدين انه يعني يساهموا للبناء بتاع البلد. فانا سالت عن المشكله الأكبر، وين المشكلة الأكبر في السودان حاليا. الاستطلاع ده عملناه مبارح بالضبط،
وشاركوا فيه حاليا اكثر من 300 نفر. انا اقترحت بعض الحاجات وباقي الحاجات اقترحوها الناس. انا قلت والله انه ممكن تكون اكبر مشكله في البلد حاليا هي الفساد، اكبر مشكله في البلد في السودان حاليا هي الجهل، اكبر مشكله في البلد حاليا هي الكيزان، اكبر مشكله ممكن تكون العنصريه. وديل مقترحات هنا ده فيهم الاقصاء والتهميش والعقوبات الدوليه والقبليه والمخدرات والهويه والطائفية والعلاقات الخارجية وعدم ترتيب الأولويات والاقتصاد المنهار وعدم تطبيق الديمقراطية وعدم وجود حريات إلى آخره. الحاجات دي الناس شاركوا في الاستطلاع ده، ناس موجودين داخل السودان وناس موجودين خارج السودان، وكلهم موجودين داخل الجروب بتاع أصدقاء أنور دفع الله أو أنور دفع الله فريند. ممكن تخشوا جوه وتشوفوا الاستطلاع ده وتشاركوا فيه حتى. فبالتالي العدد الأكبر من الناس بيقول إنه أكبر مشكلة في تقديرهم هو الفساد في السودان، ودي حاجة كويسة جدا جدا إنه نعرف إنه والله العدد الأكبر من الناس قاعدين وبيشوفوا إنه المشكلة في الفساد. الفساد كمشكلة مركبة ممكن تساهم في إنه يكون في جهل، ممكن تساهم في إنه يكون في عنصرية، ممكن تساهم في إنه يكون في عدم مساواة أمام القانون، تحطم جيل الشباب إلى آخره. فده الاكسرسايز الأول اللي عملناه أنا والمجموعة بتاعت الناس الدائرين أنور دفع الله العبد الله يترشح لرئاسة جمهورية السودان. الناس دي بالمناسبة فيهم ناس مؤهلين أكثر مني أنا ده بملايين المرات. أنا سعيد جدا جدا وبحس بالتواضع، يعني بحس بنفسي صغيروني كده ده أمام قامات زي قاماتهم. لكن بما إنه أنا قلت والله إذا أترشح والناس دي دعموني يبقى معناه كلنا في مركب واحد، كلنا هنا ده هدفنا واحد، والمركب ده لو ما كلنا لزينا وعشان نمشي لقدام ما حيمشي لقدام. يبقى بالتالي بتعامل مع الامور بجديه كامله. البرنامج يا اخواننا بتاع الانتخابي الحمله بتاعتي اسمها حمله الامل. وفقا لاستطلاع ثاني كان عملناه لقيت انه الناس دي كلها فقدت الامل في البلد اللي اسمه السودان، في المواطن اللي اسمه السوداني، والناس دي بقت زهجانه وهدفها الوحيد انه بس يتخارج بره البلد وتحرك تغرق بعد ذاك ما عندهم قضية. فاخترت حملة الأمل والشعار بتاع القلب على أساس أنه القلب ده بيمثل الضمير وبيمثل الحياة وبيمثل كل الحاجات اللي ممكن نكون دايرينها. إذا صلح إن شاء الله الأمور كلها بتصلح. فدي الحاجات العامة. أنا البرنامج بتاعي بكونه مع الناس، ما بجيب برنامج من جامعة شنو ولا المركز بتاع البحث بتاع شنو ولا بتاع، لأن البرنامج ده في النهاية لو ما الناس بيجوا شركاء فيه وفي بنائه ما حينفذوه. انت حتنفذه على منو يعني؟ انا ما جاي بدبابة والقلب، انا جاي بفترض انه الناس بعمل معاهم حاجة هم دايرينها، بقود معاهم حاجة هم داير يحققوها، وبالتالي كلنا هدفنا واحد. والبرنامج اللي دايرين عمله ده برنامج فيه مصلحتنا كلنا بالوسائل والطرق بتاع الديمقراطية، إنه الناس تصوت لأفضل حاجة لأحسن حاجة وعلى ضوء نقوم نبدأ في حل المشكلة. حاليا المشكلة الأولى بتاعتنا البرنامج بتاعنا ده أول مشكلة دار عالجها هي مشكلة الفساد في السودان. دي أكبر مشكلة اتفقوا فيها الناس إنه والله دي المشكلة الأولى اللي احنا دارين عالجها، مشكلة الفساد في السودان. ابقى من الليلة ونحن ماشيين هنخد برنامج لمكافحة الفساد في السودان وفقا للبرنامج للحمله بتاعت الامل ترشح بتاعنا ده لرئاسه الجمهوريه. انا ما كنت اتابع الحزب السياسي قبل كده وحاليا ما اتابع الحزب السياسي قبل كده الان، ولو في المستقبل احتجت انا والناس اللي معي في الحمله انه نعمل حزب سياسي للترشح هنعمله، لو ما احتجنا هكون مستقل وما في اي مشكله في الكلام ده. أنا بقول إنه الناس تبدأ من بدري. أنا عارف إنه في ناس كتار جدا سياسيين غاضبين، وعارف إنه في أحزاب سياسية كثيرة غضبانة والمواطن غضبان والناس كلها زهجانة. يا إخواننا أنا ما المشكلة، أنا حل مشكلة، أنا بحاول أطرح حلول للمشكلة. فكون إنه في ناس غضبانين وبيبسوا الطاقة السلبية بتاعتهم فيني أنا ده، أنتوا ما حليتوا مشكلة، أنتوا بس جاكم شوية إحساس كده زي زول شرب لي سجارة ولا خدت لي صفة.
جاك شوية إحساس كده إنه الدنيا مشكلتك انتهت، مشكلتك ما انتهت، مشكلتك في الغالب هي مشكلتي، خلينا نقعد مع بعض نحل المشاكل عشان البلد تمشي، ونحن عدونا مشترك، عدونا هو الجهل والفساد والحكومة الفاسدة الظالمة القاعدة في السودان. فده الموضوع الأساسي. آليات محاربة الفساد كثيرة جدا جدا مختلفة. أنا ممكن أديك آلية واحدة يا حسن بتاعت محاربة الفساد، اللي هي الآلية بتاعت الصحفي الاستقصائي اللي اسمه أنس في غانا، في تجارب رائعة جدا في العالم ممكن استخدمها، اللي هو أنس ده بيمشي متخفي وبيفضح المسؤولين في حتتهم، بيجي لمسؤول وبيتفق معه إنه شركة بتاعت شنو دار يعملوا ينجموا الذهب في السودان مثلا، ويتفق معه وخلاص وحنحول لك قروشك في دبي ولا في سويسرا ولا بتاع، والكلام ده كله مسجل بالفيديو بيجي يفضحه. عنده ثلاثة حاجات مهمة بيقول لك: I name and I shame. يعني بيسميك بيقول باسمك أنور ده حرامي، وبعدين بيفضحك قدام الناس كلها. وفي فيديوهات كثيرة في اليوتيوب الناس ممكن تبشي تشوفها. أنا أزل حد الليلة وشه كيف الزول ما أعرفه، لأنه بيشتغل أندر كفر، بيشتغل متخفي في كمية بتاعت حاجات. في موقع مشهور جدا جدا اسمه I pay the bribe في الهند، الموقع ده أي زول دفع رشوة خلاص أنت دفعت الرشوة عشان اللي بتاع العسكري بتاع المرضى عشان تتخارج. أنا ده ما بقول أدفع رشوة، يعني الفساد بيحتم علينا إن كلنا نكون مواطنين صالحين ونزيهين، لو في حاجة عايز تدفع تمشي خزينة الدولة وترجع للناس شكل خدمات. لكن لو بقى في زول دفع رشوة في موقع ممكن تمشي تكتب فيه والله أنا كتبت رشوة، بالتالي بنعرف إنه في رشاوي شغالة. الرشوة دي مشت وين؟ بنقعد نتبع ونشوفه إلى آخره. سيلف ريبورتينج، في كمية بتاع طرق وأدوات ممكن الناس تحارب بها الفساد. طبعا الاستخدام بتاع الحاجة أنا ده اللي هو شغلي، الشغل بتاع الاي تي، الفورم الإلكتروني والأوديت والقواعد البيانات المشتركة، حتى التصويت ده بتاع الانتخابات نفسه الإلكتروني، ده بيقلل الفساد بنسب كبيرة جدا جدا جدا. فنحن هسه حاليا قلنا أول حاجة المشكلة بتاعتنا الأولى هي مشكلة الفساد، وده هوم وورك بالنسبة لكل الناس الموجودين معي في حملة الأمل، الموجودين في الجروب بتاع أصدقاء أنور ضفع الله، إننا نكون برنامج لمكافحة الفساد. وده البرنامج بتاع الانتخابي أنا حابنيه بالطريقة دي، الطريقة بتاعتي إنه أنا أخدت الاستطلاع للناس ونقول المشكلة شنو ونبدأ نطرح الحلول للمشكلة. يعني إحنا حيكون فينا ناس مختلفين من حتات مختلفة، من 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 تخصصات مختلفة، ودي حاجة كويسة، ونحن إن شاء الله بنقدر نقدم. في النهاية يا أخوانا هو الموضوع ده ما حاجة حتمية، ما إنه أنا بس يا أنا ولا الطوفان، وما حاجة قدرية إنه والله يا أخي أنا ده بس حاجيكم رئيس للسودان. الواحد بيحاول بيعمل محاولة، والله من وراء القصد ربنا إن شاء الله يوفق في الموضوع ونقدم أفضل ما عندنا لشعبنا السوداني ولناسنا ولأهلنا، لأنهم بيستحقوا، لأنهم بيستحقوا. فهذا كل الموضوع اللي أنا أقدر أقوله حول موضوع البرنامج الانتخابي. دي الميثودولوجي، دي الطريقة بتاعتنا اللي حنستخدمها، وكل مرة نحن حنعمل كوركشن، حنعدل ونرفع ونشيل الكلام. الكلام ده حيكون حيتم بشفافية قدام الناس. نحن ما عندنا غرف مظلمة كده وقاعدين شغالين فيها وبتاع ونجي نطلع قرار للناس ونقوم نفك جهاز الأمن عشان يدقوهم لو في واحد قال اعترض. لا لا لا، احنا هنستخدم الانترنت بافضل طريقه ممكنه عشان نخدم الناس. في النهايه يا اخواننا مجرد اننا نتناقش في الحاجات دي ونزيد الوعي ونوري الناس ونتناقش معاهم ونشارك معاهم في مناقشه مصلحتنا ومستقبل بلدنا، انا اعتقد انه دي حاجه مهمه ومطلوبه، ودي مهمه الناس السياسيين والقاده في كل مكان، المفروض انه يؤدوها يعني على اكمل وجه. اخواننا في ناس قاعد صراحه قاعد يسالوني اسئله يعني بتكون ما يعني ان شاء الله يكون عندهم هو اجابات لها، لو عندك اجابه خدها. يعني انت شنو الفكره؟ انك تقدر تسقطني في امتحان، ولا الفكره انك انت داير تتعاون معي لان ننشئ مستقبل يعني افضل؟ هذا والله من وراء القصد يا اخواننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بجيكم ان شاء الله راجع في لايف تايم.